أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أخواني أخواتي، باسمكم جميعا طبعا نرحب بأخونا محمد عوايسي أبو مهران نائب رئيس بلدية الناصري، اللي أجى مندوب عن رئيس بلدية الناصري السيد علي سلام. منرحب بأخونا مصعب دخان اللي حبيبنا وعضو بلدية الناصرة، ومنرحب بالأهل الكرام فردا فردا، بالأمهات الفاضلات باسمكم جميعا. منرحب بمديرة مدرسة الحرش السيدة تحرير شربيني أم السعيد، أهلا وسهلا بيكي. بكل أم، كل أخت، كل بنت فاضلة شاركتنا اليوم ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي نحياها لنتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه عليه الصلاة والسلام لما كنا النساء في زمننا هذا. لأن العرب قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يئدون البنت، والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان العرب يئدون البنات، يقتلون البنات. فالله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليس فقط رحمة للعالمين، إنما أيضا للنساء، للأطفال، للشيوخ، للعبيد، لكل إنسان ضعيف، لكل إنسان مظلوم. فجاء في تعاليمه صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن المرأة لها مكانة عظيمة في حياة الأب، في حياة الابن، في حياة الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد أصحابه، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن مكانة الجنة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلزم الجنة فإنها عند قدمي أمك. عشان هيك أجي بعدين المثل اللي بقول، مين شو بقول يا أم الطارق؟ مين بقول المثل المشهور اللي كلها تحافظينه: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا المثل من وين أجا؟ أجا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الجنة فالزم الجنة فإنها عند قدمي أمك. بر أمك، حب أمك، احترم أمك، تواضع لأمك، تكن من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا كرجال أن نكرم النساء وأن نحترم النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فنحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر هذه التعاليم العظيمة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فنحن اليوم يعني في هذا الاحتفال الطيب المبارك مع الأمهات الفاضلات، الأخوات المباركات، الإخوة الطيبين المباركين، عم أبو حاتم على رأسنا من فوق، أنت أكبر واحد فينا، يعني لن يكتمل الاحتفال إلا بكم. فإن شاء الله بداية يعني نقدم كلمة لأبو مهران باسم رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام، فليتفضل مشكورا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ ضياء الدين أبو أحمد أخي وزميلي مصعب دخان عضو البلدية، الأخت تحرير شربيني مديرة المدرسة،
السيد علي سلام، نهنئ ونبارك لكم هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي نفرح به بقدوم الهادي إلى هذه الدنيا حتى يفرحنا ونكون له من المقتدين إن شاء الله، مقتدين بأخلاق رسول الله. حبذا لو نعتبر وأن نكون جزءا يسيرا من أخلاقه في تعاملنا، في محبتنا لبعض، في إعطائنا حق لكل من له حق، حتى يكون لنا حق في هذه العيشة في هذه الدنيا. إن لم نكن بأخلاق رسول الله فبأخلاق من نكون؟ هل من معتبر؟ ترون ماذا يحصل في هذه الدنيا وفي هذا العالم الذي انتمى إلى الدنيا ونسي الآخرة. عملنا إلى الآخرة بأن نحب بعضا وأن نقتدي برسول الله، وأن يكون القرآن هو دستورنا وسنة رسول الله هي شريعتنا، فبهذا نكون قد ارتقينا إلى مصاف الأمم في أعلى مراتب الدنيا. هنئتم وبوركتم في هذا اليوم المبارك، لعل وعسى أن نلتقي دائما بهذه المناسبات الطيبة التي تذكرنا بما هو نحن له من محبة ومن أخلاق ومن شهامة. دمتم بهذه الأيام المفرحة، ألف ألف مبروك ذكرى يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مبارك للجميع إن شاء الله. أستاذ مصعب تفضل عندي. إحنا من باب الأخوة والأخلاق وأن ننزل الناس منازلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بيننا مرة أخرى المربية الفاضلة الست تحرير شربيني مديرة مدرسة الحرش، اللي بدت يعني هذه السنة مديرة مدرسة الحرش في الحي الشرقي، بنت الحارة بنت البلد، وإن شاء الله أنه على إيديك يكون الخير لأولادنا. إحنا بنمس الحاجة لمعلمين ولمربين اللي يقودوا هذه السفينة على الخير وللخير لأولادنا. فباسم طبعا كل من حضر بنقدم لك إن شاء الله يعني درع من باب التذكر بهذه المناسبة العطرة، وأنك تستحقين أكثر من ذلك، فكل الاحترام لك. تفضل أبو زكفي للست تحرير، شكرا لإلها. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تحلو الذكرى إلا بمديحه صلى الله عليه وسلم وذكره عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله نرطب آذاننا وقلوبنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع فرقة كهرمان ومع المنشد محمد الضياء يتحفنا بإذن الله تبارك وتعالى بمدائح طيبة. فليتفضل مشكورا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله، السلام عليكم جميعا، يعطيكم ألف عافية، نورتونا وشرفتونا، وانتو اليوم في الحي الشرقي في الناصري بين أهلكم وبين ناسكم، أهلا وسهلا بالجميع صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. كمان منرحب في أهلنا هون وناسنا
في بلدية الناصرة، في الأخ مصعب، في أبي الشيخ ضياء الدين، ووجه له التحية. جميع الموجودين مع حفظ الألقاب والأسامي، جميعا تحياتنا لكم. مديرة المدرسة ألف مبروك لإلك في المنصب الجديد، وإن شاء الله يا ربي على إيديك وإيدين هالطاقم تتربى هالأجيال الجديدة ونشوف هالنجوم في المجتمع. الله يسعدك. جاهزين تنشدوا معي؟ بدي أسمع صوتكم. يلا مع بعض. يلا وين في وين؟ صوت واحد نصلي على النبي. يلا جاهزين مع بعض؟ 2 3 قمر هيك على شيء، قمر سيدنا النبي، الله الله، وجميل وجميل وجميل. الله يرتوي بحبي قلبي حبي خير.
جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك وانت حبيب الروح روح العزيزة فيناك روح العزيزة فيناك جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك وانت حبيب الروح روح العزيزة فيناك روح العزيزة فيناك يعطيكم العافية فرقة كهرمان لحتى يحضروا حوالهم للفقرة اللي بعدها اللي هي فقرة كشاف إن شاء الله. بدنا نسأل سؤال وبترتب عليه هدية بعد هدايا يا محمد. خلص أنت بعطيك إياها هدية. ونحن لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر النور الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. دائما نقول أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليست فقط دعوة إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الزكاة وإلى الحج، مع أن هذه فرائض فرضها الله تبارك وتعالى على جميع الأمم، ولكن تميزت رسالة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملات وحسن الخلق
فالنبي عليه الصلاة والسلام لطالما علمنا الأمور التي تتعلق بحياتنا اليومية مع بعضنا البعض، لأن حياتنا مش كلها صلاة، روح الجامع وروح من الجامع، في عمال، في عمل، في موظفين، في زوجي، في أبناء، في جيران، في قرايب، في أصحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التعاليم الكاملة لكل واحد من هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذه التعاليم كم نحن اليوم بأمس الحاجة إليها في زمن كثرت فيه البغضاء وكثرت فيه الشحناء. كل يوم نسمع عن جريمة قتل في مجتمعنا العربي. حتى البارحة كانت جريمة قتل في مجتمعنا العربي، وقبل بيوم كانت جريمة قتل في مجتمعنا العربي، وأسابيع بتمر علينا بيكون فيها ثلاث قتلى وقتلى اثنين. فهذه الأحداث اليومية التي تزعج النفوس وتزعج القلوب والتي لا يقبلها الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة من أجل أن نعمرها بالمحبة، أن نعمرها بالتقوى، أن نعمرها بالإيمان، أن نعمرها بالعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعيش مع بعضنا البعض آمنين مطمئنين. في القرآن الكريم قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوالله إن خالفنا هذه التعاليم فما الفرق بيننا وبين العرب قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو الفرق بين العرب الموجودين اليوم اللي بكتلوا بعض، بطخوا على بعض، بضيقوا على بعض، بفسدوا على بعض، بيأذوا بعض، وما بين العرب اللي كانوا في الجاهلية قبائل يغزو بعضها بعضا، قبائل متناحرة متقاتلة، يسبون النساء، يعيدون البنات، ييتمون الأطفال، يرملون النساء. أي حياة هذه وأي مجتمع هذا؟ طيب اليوم احنا لما منعيش هذا الواقع، لما منلاقي أبو بنقتل وهو في سيارته أو في الشارع، بالله عليكم يعني ما أدخل حزن على عائلته، على بلده، على أهله؟ هل هذا يرتضيه الله تبارك وتعالى؟ أبدا والله، الله عز وجل لا يقبله. فلذلك نحن بأمس الحاجة إلى تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحبة والإخاء والتراحم. وإن شاء الله مع فخر فرقة يعني كشافة السلام يتحفون بإذن الله عز وجل بفقرة فنية كشفية. فأدعو كل الأولاد اللي بالساحة لو تيجوا لعنا لهنا تشاركونا إن شاء الله على المدرج مع الإميات والإبيات هذه الفقرة. مشكورين. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. تصفيق مع فرقة الكشاف، تصفيق.
ابناء كشافه السلام، تحيه من الاميات والابيات لاولادكم. طب نسمع زقفة كبير كبير كتير كتير لكشاف السلام. انتباه احرار، انتباه احرار، انتباه احرار، استعداد استعد. وين زقفة الأهالي معنا؟ ساعدوهن يلا. Thank you.
يعطيكم ألف عافية. الله أكبر ولله الحمد. بما أنه اليوم ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاتوا هيك بصوت واحد نقول نحبك يا رسول الله. بالله عليك وهذا صوت ناس بتحب الرسول. نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكورين شباب وشابات فرقة كشافة السلام، وإن شاء الله إنه إحنا طبعا يعني هذه الحفلة التي نتذكر من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر إخوة اللي كان لهم الدور من أجل يعني إنجاح وتجميع الإخوة والأخوات بهذه المناسبة العطرة. فتحية لأخواننا في بلدية الناصرة، وتحية لأخواننا أبو ربيع وآل كنعان، أخونا أبو خليل شرارة، أخونا أبو وديع حمد، وكل أخ وأخت ساهم ولو بالكلمة الطيبة. سائلا ربي تبارك وتعالى أن يبارك بكم جميعا، وعودة لفرقة كهرمان ومع المنشد محمد الضياء، فليتفضل مشكور. وينك وين؟ يا سلام يا ضفير أيوه شاشو يا زكفة هذه. Oh.
عشر من الربيع المنتظر ذكرت نبي مبهر محمد خير البشر محمد خير البشر كم افتخر بنو مهر به لما المولى أمر على عدوي انتصر ونال منه بالفضل ونال منه لبني داء الشجر ونال الأرض انتشر لأهلي شوق القمر عليه سلم الحجر بها أمر من كان المولى كفر على عدوي انتصر ونال منه بالفخر ونال خير الأنام مع الظلام مثل الختام مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد الله 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 يا رب مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد الله 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 شكرا لكم. طبعا قبل الختام نشكر الاخوات في منتدى الاخت المسلمه ام محمد والاخوات كلهم اللي كان لهم الدور حجاتنا الكبار امياتنا الفاضلات. في الختام نتمنى على الله تبارك وتعالى كما فرح قلوبنا بهذه المناسبه بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفرح قلوبنا بما القاه عليه الصلاه والسلام وان يريدنا حوضه وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. احنا طبعا يعني اخواننا اخواتنا في تشريفات في تشريفات تتفضل ان شاء الله. بس قبل هيك تحية لأبو فادي من قناة هلا وتحية لقناة هلا وتحية لأخونا المصور اللي اجا وغلب حاله ينقل هذه الحفلة بث مباشر وبكرة وبعد بكرة إن شاء الله تشوفوها على قناة هلا. فكل الاحترام لكل من شارك كل من ساهم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله لا احتفال قادم بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي معا إن شاء الله. لا تنسوا تشريفات التمر إن شاء الله عند الأميات. يا شو اسمك محمد؟ والله